السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. وزير التربية يوجه بسحب يد أحد معلمات مدرسة الذاريات في نينوى لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضرب أحد الطالبات وأفقادها القدرة على المشي. تابع معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وبشكل مباشر قضية أحدى معلمات مدرسة الذاريات والتي نقل عن قيامها بحسب أحد أولياء الأمور ضرب ابنتهم على الرأس مما تسبب لها بشلل نصفي أفقدها القدرة على المشي. ونقل بيان المكتب الإعلامي الخاص إن معالي الوزير كلف السيد مدير عام تربية نينوى بزيارة الطالبة رحمة وعائلتها والاطمئنان على صحتها والاستماع إلى شهادتها حول الحادث ومتابعة التحقيق بنفسه وإعلان النتائج بشكل عاجل، مشددا على أن الطلبة والتلاميذ جميعهم أمانة في رقابنا ولن نسمح لأحد بالتجاوز على إيذائهم مطلقا، وسنكون السند الأمين لإيصالهم إلى مبتغاهم العلمي دون أذى. كما نبه الدليمي إن الإنسان التربوي الذي اختار أن يمتهن هذه المهنة عليه أن يكون مربيا إنسانيا قبل أن يكون معلما أو مدرسا، وأن يراعي ظروف الطلبة في كل الأحوال والأوقات، مبينا أن المقصر سيحاسب في القانون دون تردد أو تأخر.